فرحانين يحملون الجواز، سعيدين انهم يحملون الجواز البريطاني والجواز الامريكي والجواز الفرنسي والجواز والجواز والجواز. الدول العظمى يوم جاء كورونا ما في عظمى ولا في دولة إلا هذه الدولة، هذه هي الدولة العظمى الوحيدة. شكرا أبو فهد، شكرا سيدي خادم الحرمين الشريفين. احتضنتنا بحب ورفع وماشين روسنا مرفوعة. احنا ساكنين في منتجع في المالديف تقريبا قربنا الشهر. دولتنا الحبيبة دافعة فول بورد، بناكل ونشرب وساكنين وكل اللي نبيه يجينا يوميا. يوميا سفارة خادم الحرمين الشريفين في المالديف رعاهم الله شخصا شخصا فردا فردا، يسألون حتى إلى درجة أنه بعض الأمور الصغيرة يوفرون لنا إياها. والله العظيم أمور يعني جدا لا تذكر، كل يوم نسوي طلبات ويجيبون لنا. إحنا في عز، إحنا في عز الحمد لله. نعيم المقيم، جميع ما نريد موجود، وفي الآخر طائرة خاصة تقلع من السعودية متجهة إلى المالديف عشان 86 مواطن سعودي عالقين في المالديف، رغم أننا لسنا عالقين. نحن في منتجع، نحن في جنة، نحن في منتجع 5 نجوم بفضل الله تعالى ثم سيدي خادم الحرمين الشريفين. الكلمات ما توصف، الشكر ما يوصف، الألم بالحب ما يوصف. يا ربي لك الحمد والشكر. دولتنا أعظم دولة في العالم، وملكنا أعظم رجل في العالم،